اليوم تبقى خطوتين والهلال يشارك في المونديال للمرة الرابعة في منجز من الصعب بمكان لنادي ممكن سعودي خلال الفترات المقبلة ونادي خليجي في قارة آسيا أنه يصل لهذا المنجز. مبارك لنادي الهلال، أعيد وأكرر الحقبة الذهبية اللي بيعيشها الهلال في السنوات الأخيرة، هذا تراكم عمل إداري في هذا النادي الكبير. كل إدارة تأتي تسلم الراية للي بعدها، فريق أصبح اليوم مثل ما قال أبو نايف ختم كرة القدم، جميع البطولات الممكنة والمنافسات الممكنة حققها الهلال. من الصعب بوجود أي نادي غير نادي الهلال تحديدا، ليس تقليلا في كثير من الأندية، لكن نادي يخرج بوصافة كأس العالم بعد أسبوعين وثلاثة يقدم هذه المستويات ويصل إلى نهائي كأس آسيا خلال فترة زمنية بسيطة. احنا ممكن تكون وصيف أندية العالم أو تقدم مستوى في بطولة العالم للأندية، ممكن نقول الموسم انتهى لهذا النادي، خلاص نعيش نشوة الانتصارات وإنه الفريق قدم في المونديال. لا، الهلال عنده ثقافة مختلفة تماما، بطولة لكل بطولة نظرة مختلفة تماما. اليوم بعد المباراة في وسائل التواصل الاجتماعي يعني حديث فكاهي لبعض لاعبين الهلال، المعيوف علي بليه يقول احنا خلصنا من آسيا قادمين أو جايينكم في الدوري. هذا دليل الثقافة الكبيرة اللي يتمتع بها فريق الهلال ولاعبين فريق الهلال، لكل بطولة نظرة مستقلة ونظرة يعني بعيدة تماما. فريق أسس ليكون بطل، وهذا هو اليوم المكان الحقيقي اللي موجود فيها نادي الهلال. بطولة آسيا، إذا كنا ننتقد نظام آسيا اللي هو فصل الشرق على الغرب ليس لضعف البطولة، لكن كنا بنشاهد أندية بوجود ما تستحق انها تتواجد في الادوار هذه، لكن الهلال يعني جاب كبير وشاسع بينه وبين اقرب الفرق ليس فقط في غرب القاره بل حتى في شرق القاره. نعيد المباركه لاداره نادي الهلال لمحبين هذا الكيان، وباذن الله تعالى التاسعه بتوقيت الهلال اقتربت باذن الله تعالى في 29 من ابريل في استاد الملك فهد، وبعدها ان شاء الله يعود الهلال من اليابان مظفر بالبطوله ان شاء الله.